طلبت الحكومة الانفصالية في إقليم كاتالونيا الحكومة الإسبانية بإجراء مفاوضات غير مشروطة لمعالجة النزاع بعد صدور أحكام على قادة انفصاليين بالسجن. وأحض الرئيس الإقليمي كيم تورا في كلمة له رئيس الوزراء الاشتراكي بيترو سانشيز على أن يحدد اليوم موعدا للالتئام حول طاولة التفاوض من دون شروط. إلى ذلك أعلنت السلطات إصابة نحو 200 شخص في صدمات عنيفة ليلة أمس في إقليم كاتالونيا، ورشق متظاهرون مناصرون لانفصال الإقليم الحجارة والألعاب النارية على عناصر الشرطة التي أطلقت بدورها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ويأتي تصاعد العنف في اليوم الخامس لاحتجاجات أنصار الاستقلال على إصدار المحكمة العليا أحكاما مشددة بالسجن بحق تسعة قادة بسبب إجرائهم استفتاء على استقلال الإقليم على الرغم من حظره.